لو هنحاول ان احنا نضع تعريف لتجربه دوله الامارات في مكافحه الارهاب، هنجد ان هي ممكن يطلق عليها انها تجربه متعدده الطوابق، بمعنى انه دوله الامارات لا تنظر الى الارهاب على اعتبار انه هو عمليه عسكريه او عمليه اجتماعيه او عمليه اقتصاديه، ولكن بتاخذ الامر بشكل شامل وشكل في مقاربة لمختلف المستويات والطوابق اللي بتكون هي أركان الإرهاب. وأتذكر أنه في عام 2011 عندما التقيت بسمو ولي العهد في أبو ظبي، أنه تحدث طويلا عن التعليم في المدارس في أبو ظبي وفي دولة الإمارات بوجه عام، وكيفية الوقوف أمام بعض العناصر اللي بتقوم بالتدريس للأطفال هناك أو في المدارس الابتدائية، وبتحاول إن هي تغرس في نفوسهم بعض الموضوعات وبعض الأهداف اللي بتعبر عن تطرف وجنوح عن الإسلام المستنير. وتحدثت طويلا في هذا الأمر، وكنت يعني أحمل قدر كبير من الإعجاب من مستوى إحساسه بأهمية هذا الموضوع، وأنه لديه سياسة واحدة في التعامل مع من يحاول أن هو يلعب في أدمغة النشأ في دولة الإمارات العربية المتحدة، بأنهم بيتم استبعادهم من الدولة بحيث أنه مفيش لها حلول وسطية أمامه، ولكن كان بيتعامل مع الأمر بشكل فيه أعتقد يعني جراحي، بشكل جراحي واستئصال لكل ما يمكن يكون بؤرة للتطرف في هذا البلد. البيئة التي تشعرها فور وصولك إلى دولة الإمارات بيئة تشعر فيها بالسلام، تشعر فيها بالاطمئنان، تشعر فيها بالمساواة ما بين الوطني والأجنبي، تشعر بها بأن هناك قدر كبير من التسامح وقبول الآخر، وسياسات يمكن مش ممنهجة ضد الإرهاب ولكنها تدعم فكرة تأصيل أفكار خاصة بالتسامح وحب الآخر وقبول الآخر والتعامل مع كل الجنسيات والأديان بشكل متساوي.